السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، متابعين قناة أثاث الثقة. الله يبارك مع أثاث الثقة، يومين الجديد ويومين أروع وأجود أنواع الأثاث. اليوم خاوتي جبت لكم هذا لاشومبر موديل كادي اللي تمتعوا بها الله يبارك، اللي متوفرة في اللون الأسود ومتوفرة أيضا في اللون البني، في لاكولور نوار مات خاوتي كيما راكم تلاحظوا فيها الان. هاد لاكولور بزاف شابه خاوتي، شوفوا لارموار تاعها اللي مخدومه ستيل كادي كيما راكم تشوفوا فيها لي بورت تاعها. شوفوا كيفاش مخدومين على شكل هنا تدريجات، الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. هذا التوحف خاوتنا راهي بايادي جزائريه، بايادي اقليعيه خاوتنا، خدمه الله يبارك. شوفوا لا تدري تاعها كيفاش مخدومه، ثاني مخدومة ستيل كات دي بلاك لو كابيتوناج تاعها فلا كولور نوار الله يبارك. وبلا ما نهضر على لي طاب دو نوي تاعها اللي مخدومين فريمون ستيل. واخر واروع واجمل حاجة عجبتني في هاد لاشومبر كوشي هي لاكوافوز تاعها. شوفوا خاوتي لاكوافوز صح تحفة خاوتنا، فريمون تحفة تحفة تحفة. لو ستيل بيرو هذايا، وشوفوا الهندسة، شوفوا الروعة خوتي مع هذا التصميم خوتي. هذا لاشومبر كوشي راهي اون بوا روج بالخشب الاحمر. نبداو كي العادة نشوفوها كاملة كيما راكم تشوفوا التناسق اللي بيناتها في لاكولور نوار مات. بعدها بعد ما نعرضوها في النوار مات نروحو نشوفو ثاني الشكل تاعها في لاكولور تاع لو بوا في لاكولور مارون. خوتي هاي ليكم لا شومبر تاعنا، فيها 4 بورت كوليسونت، 4 ابواب منزلقه. هذه ديمونسيون تاع لا غاردروب تشوفوها في اسفل الفيديو. هاي ليكم الباب الايمن والباب الايسر، هما اللي فيهم اللعبه خاوتنا، هما اللي فيهم الخدمه الشابه الخدمه الواعره خاوتنا. شوفوا مخدومه لهنايا على شكل تدريجات. نتمنى لو الكاميرا تظهر لكم هذا الشيء احسن واحسن واحسن. الله يبارك، خاصه هذا التصميم اللي هنا بلا كولور نوار خرج بزاف شباب. اكدوا لي على لا كولور خاوتي، اكدوا لي على هذا لونوار مات. قا واش كاين الضوء في هذا المحل، هذا لا كولور في النوار مات تابصور به كامل الاضاءه الله يبارك. شوفوا خاوتنا الباب الايمن والايسر فيهم ثاني هذا لو باتيناج كيما راكم تلاحظوا فيه. وشوفوا ميم لي مونطون تاعها، لي مونطون تاعها يبداو من تحت صغار ويكبروا. شوفوا خاوتي شوفوا الله يبارك، هاو ليكم لو مونطون، هاو ليكم ما شاء الله. من فوق مخدومه 45 لو تاعها بزاف شباب. وعندكم ثاني في لو با هذا لو ليد فلا كولور بلو، بالنسبه لهذا لاشومبر كوشي فلا كولور نوار. دوكا خاوتنا بعد ما شفنا الشكل الخارجي تاعها دوكا نروحوا للمحتوى الداخلي. على اليسار خاوتي عندكم ثلاثه لي زيطاجير، ترواز زيطاجير بلس لو با تاعها، واش يولوا يولوا اربع طبقات بالرايه خاوتي. الرايه توجور حاجه في لابورطاسيون حاجه مليحه. دركا خاوتي نروحوا للوسط تاعها، الوسط تاعها خاوتنا شوفوا واش فيها، قسمه جد شابه. دوك نقول لكم علاش، دوك نفهم خاوتي علاش. عندكم ايطاجير اللي كبيره رايحه من الطرف للطرف، هو الحقيقه دوز ايطاجير. وعندكم ثاني على اليمين دوز ايطاجير بلس لو با تحتها. وعندكم هنا اسباس بور ترينجل. للمعلومه فقط خاوتي تقدروا تزيدوا هنا دي ايطاجير، هنا تقدروا تزيدوا ايطاجير هكذا خاوتنا بلي بورت ايطاجير تزيدوها فاسيلمون. وتقدروا ميم تيليمينيو لي دوز ايطاجير وديروا هنا لا ترينجل هكذا حبابنا. حاجه سهله بزاف وحاجه جد جد متقوله بالنسبه للقسمه الداخليه. دوكا نروحوا خاوتي لليمين تاعها. على اليمين واش فيها خاوتي؟ الرايه كيما راكم تشوفوا فيها حاجه بزاف خفيفه وبزاف ما ديرش الحس. عندكم ثاني طرواز ايطاجير على اليمين بليس لو با تاعها يولوا اربع طبقات. نعاودوا نغلقوا لا شومبر تاعنا بعد ما شفنا القسمه تاعها اللي بزاف هايله. درك نشوفوا الشكل الخارجي تاعها من داره وجديد، باسكو فريمون حاجه شابه ولازم نعطوا لها حقها من ناحيه الوقت. شوفوا لا غاردروب بزاف شابه خاصه كي تقابلها هكذايا. درك خاوتي نروحوا لولي، نروحوا للسرير تاعها اللي فيه 160 على 190 كابيطوني
بالانتي طاش خاوتنا بالنسبه لا تيت دو لي لو بتي دوسي. شوفوا خاوتي لو لي تاعها فلا كولور نوار كالعاده فلا في النوار مات كابيتوناج بزاف شباب. ها ليكم لونكادرومون تاعها، لونكادرومون ثاني تاع لو لي راهو اون فاروج بالخشب الاحمر، اسم مهني حاجه صحيحه وحاجه سوليد. دوكا خاوتي شوفوا لو بتي دوسي تاعها اللي تعمدت اني نظهره في هذا الفيديو باسكو شباب بزاف. شوفوا خاوتي بتي دوسي، بتي دوسي بزاف شباب. ثاني لونكادرومون تاعو كامل بالبواروج مرونفورسي طري بيان مالغري البوا ماهوش عليه، بصح لونكادرومون اون بواروج وهذه خدمه شابه. دوكا نروحو ثاني للي طاب دو نوي تاعها، لي طاب دو نوي تاعها فيهم ان سول تيروار وفيهم لهنا خاوتي قاعده زجاجيه بزجاج نوار، وعندكم هذا لو موتيف لهنايا بزجاج ثاني اللي عطى لمسه شابه بلوس لو باتيناج، وعندكم لو تيروار تفتح فاسيلمون باسكو بالرايه غليسونت. الله يبارك ما شاء الله. بعد ما شفنا لا كاردروب لي دو طاب دو نوي، دوكا نروحو لا كوافوز اللي نفس التصميم تاع لي طاب دو نوي، فيها طروا تيروار على اليمين وطروا تيروار على اليسار. المرايه تاعها خاوتي شوفوا كاش مخدومه، مخدومه ستيل في توجور في هذا لو ستيل اللي نقولوا له ستيل ساموراي. ولا شوم راكوشي خاوتي هذه اسمها موديل 4 دي. لا كوافيس تاعها بزاف شابه خاوتنا، لا كوافيس تاعها بزاف هايله خاوتي. السعر تاعها لا شوم راكوشي. قبل ما نروحوا للسعر على بالي الرايه تهمكم ولي تيروار يهموكم. شوفوا خاوتي الرايه تاعها كي العاده بالرايه غليسونت تتفتح فاسيلمون، مالغري خاوتي انه التصميم تاع هذا لو تيروار بزاف صعيب. شوفوا المصنع الجزائري كيفاش خدم لها الرايه، خدمه بزاف متقونه خاوتنا. خاوتي السعر تاع هذا لاشوم راكوشي هو ب 15 مليون و800 بالنقل والتركيب ب 48 ولايه، ورانا هنا نفرحوا خاوتنا ونساعدوهم وماشي مشكل. مرحبا بكم في محل اثاث ثقه. وخاوتي بلوكا نزيد نوريها لكم فلا كولور مارون خاوتنا وحبابنا. هاوليكم الشكل تاعها في اللون البني بزاف هايله. شوفوا هاوليكم لو فيناج تاع اللوح فريمون لو شارم خاوتي. فلا كولور مارون دائما حاضر. تفضلوا خاوتنا مخدومه 45 هاكا راكم تشوفوا لو بواروج كيفاش راه متقسم فيها الله يبارك. تفضلوا خاوتي شوفوا لو تاعها خشب احمر خالص ما شاء الله تبارك الله. كي تشوف هاكا لو فيناج كي تشوف هكذايا خشب احمر اصلي خام يتحول الى تحفه كيما هذه. سيرتو خاوتي لهنا في لولي لو كابيتوناج تاعو في المارون ثاني بزاف هايل. تفضلوا خاوتي حاجه في الانتيطاش نقرب لكم هكذا احسن. في الانتيطاش ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وخرج واضح واضح جدا هذا لو كابيتوناج. شوفوا ميم هنا لو بوا اكزيستي هاوليكم اللوح لهنايا. وعندكم ثاني لي طابل دو نوي في المارون ثاني خرجت شابه لو بتي دوسي ميم لا كوافوز خاوتنا اللي الحكمه راهي كاع فيها. شوفوا اون كوافوز كي تكون فيها لو بوا باين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا لونكادرومون لو بوا روج واضح مع خاوتنا واضح جدا، مخدومه فلامي كيما راكم تشوفوا فيها خاوتنا. السعر تاع لاشوم راكوشي هذه فلا كولور مارون لو ميم بري 15 مليون 800 بالنقل والتركيب ل 48 ولايه خاوتنا. واللي يحب لو باك بروموسيون كاين لو باك دي 25 اللي فيه سومي كوفري ماطلا دي 25 بورتمونتو بوف زوج مخايد ومسند بسعر 3 ملايين برك. وعندكم خاوتي لو باك دي 30 اللي فيه سومي كوفري ماطلا دي 30 بورتمونتو بوف زوج مخايد ومسند بسعر 3 ملايين ونص. هذا لو باك خاوتنا راهو لافير تاع لافير هكذا باش تدوا لاشوم راكوشي تاعكم كامله مكموله. نشكركم خاوتي على متابعه هذا الفيديو، ماكس دو جيم ماكس دو بارتاج اي ميرسي بوكو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.